السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. توفي الفنان المصري سمير صبري اليوم الجمعة داخل أحد فنادق القاهرة عن عمر يناهز 86 عاما، وجرى إبلاغ أسرته وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبري داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف شباط الماضي، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة في الصمام الميترالي وأجرى وقتها قسطرة في القلب. وحرص على زيارة الفنان سمير صبري خلال فترة تواجده بالمستشفى أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية، والفنانة ميرفت أمين، والفنانتان إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية. وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبري مسلسل فلانتينو مع النجم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية في عدة أفلام منها ديدو من بطولة كريم فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومحمد حسين مع النجم محمد سعد، والمشخصات الجزء الثاني مع الفنان ثامر عبد المنعم. ولد سمير صبري في 27 كانون الثاني عام 1936. عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية، ثم اتجه للتمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. مثل عددا من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006، وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرى ولقاء الخميسي.